البلد كلها ايوه واقفه، طلخه كلها واقفه على الناس كلها غضبانه من الموقف ده، من الحكايه دي. ايوه يعني ربنا واقف جنبها، ربنا اسمه الحق وعايز الحق يظهر واقف جنبها، بدل ما هو كان عايز يشهر بيه هو اللي اتشهر بيه. سبحان الله، الله يرحمها يا حاجه، وان شاء الله. هو دي مش انسان، دي كان بياكل معانا عيش وملح. دي اللي تقدر تقول على حضرتك فعلا المثل ما كذبش اللي بيقول اقتل القتيل وامشي في جنازته. دي كان معايا واحنا بتحقق معانا، واحنا بقينا نقول لا جوزها لا، عمره جوزها ما يعني بقى حتى يقولوا تبقوا خلافات مع جوزها في الاول وكده، وباباه يقول له لا استحاله ما تفكرش في حاجه اسمها جوزها دي. لما حتى اللي كان بيحقق معانا يقول له هو ابنك، قال له ما هو ابني انا عندي ولد واحد وهو كان الثاني. انت عارفه يا حاجه، لانه في القانون القاتل والمحرض الاثنين يعني هياخدوا جزاءهم. ما احنا احنا مش عايزين حاجه غير القصاص منهم، عايزين العدل والقصاص. احنا عايزين يتعدم ده ما عمل بنتنا اللي عامله دي، يتعدم في ميدان عام. دي مش هنرتاح ولا ليا لما القصاص والحق ياخد حقه. القانون المصري هما الاثنين لان هو اللي هو ابشع من اللي قتل، هو اللي نفذ، هو اللي قال له، هو اللي نفذ. دي كان مش هيعمل حاجه لوحده، دي ابشع من اللي قتل طبعا. انما انت ما كانش في اي لحظه ممكن تتخيلي ان الراجل ده يعمل كده، يعني يوم ما سلمتي له بنتك امانه، سلمتي له بنتك امانه يعني. انا سلمت بنت امانه ويا ريته حافظ عليها، ويا ريته كان كبر في عيني لو كان جه قال لي انا عايز اتجوز او انا مش مرتاح او اي حاجه. طب ما كان يجي يقول وانا اخد بنته ولا بقى يا ناس بتتجوز على ستات، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله ان هي تتطلق يعني، او مشكله ان هو يروح يتجوز وخلاص. حاجة اشرف، لو عايزه تقولي للناس حاجه عن القتيله وعن اخلاقها وعن حياتها الناس تفتكرها بيها، تقولي لهم ايه؟ وأقول ربنا يعني يوعد كل إنسان دي بنتي زيها، بس ما يحصلهاش اللي حصل لها. طبعا. لأن كانت بنتي هادية مؤدبة محترمة في حالها، كانت دايما الناس تقول لي بنتك دي عاملة زي البسكوتة، البسكوتة اللي ماشية على الأرض. حتى تيجي تقول لحد صباح الخير تسمعها بالعافية. الله يرحمها. الله يرحمها. وكانت محافظة عليه، ده واحد خد ذهبها باعه عشان يموتها به. انا ما عرفتش ان هو بعد هبني، قالوا الاول ده سرقه ان هو الذهب مش موجود وتليفونها وحاجتها مش موجوده، وهو اللي واخدهم وبيعهم، خد ذهبها كله من غير ما تعرف وباعه. ودي انسان، ده دي شيطان في هيئه بني ادم، دي شيطان. دي واكل دي جالي بعد ما بنتي اتدفنت وجه شارب الشاي عندي. يا نهار اسود، بنتي اتدفنت وجه تاني يوم كانوا واخدين الولد عمته عايزين يشوفوه، ادانا له معادي الولد ما بيننا ما يروح هنا ويجي هنا، ما كناش في الكتاب على ظهره. يقتل القتيل ويمشي في جنازته. يقتل القتيل ويصمم، واحنا عندي وكيل النيابه لانه خرجنا قبله عشان نحضر رجالتنا وبيحققوا معانا من اصحابها واتحاد اللي حضرتك عارفها. فخرجنا قبله بيقول لي اتصل هنا ويقول لا دي كانت تدفن الساعه 4، يقول لا اجلوها الساعه 5 على ما ناجي، ما تدفنش الا ما اجي وصمم يدفنها في ترابهم. طب الطفل فين؟ الطفل فين دلوقتي يا حاج اشراف؟ الواد فين؟ الواد الصغير؟ الواد عندي، الولد عندي دلوقتي، عندي من يوميها، من يوم ما عرفنا اللي حصل وهو الولد عندي. الله يرحمها، ويعني ربنا يصبر قلبك الله يرحمها، وكلنا اولادك وكلنا جنبك، ربنا معاك. شكرا. انا بشكركم جميعا والله، وبشكر الدنيا كلها اللي وقفت جنب مني. لا، واحنا كمان الحمد لله الداخليه والمباحث قدرت بسرعه تحل لغز هذا الامر، وهذا الامر طبعا يعني يبقى ليه فصول اخرى في القضاء المصري. بشكرك شكرا جزيلا.